هتشجع مين في كاس العالم 2022؟ الارجنتين. اشجع المنتخب الارجنتيني يعني. عشان ميسي طبعا. شايف ان هو ممكن ياخد كاس العالم السنه دي؟ هو الحقيقه ان هو في كوبا امريكا الاخيره كان مقدم اداء كويس برضو قدام برضو منتخب ايطاليا الماتش الاخير اللي هو بتاع 3-0 برضو قدم اداء كويس. هتشجع مين في كاس العالم 2022؟ شجع البرتغال. عشان كريستيانو رونالدو. الاغلب بقى البرتغال عشان طبعا كريستيانو وعشان يستاهل اكتر واحد في الكاس العالم كله يعني. البرتغال عشان كريستيانو معاهم وحاسس ان هو هيعمل لهم حاجه باذن الله. الارجنتين ان شاء الله عشان يعني ليهم فرص في دي ماريا وميسي وديبالا وكده ويعني هيبقى اخر كاس عالم لميسي فان شاء الله ياخده كده. عاوز اشوف البرازيل تاني. عاوز اشوف لعب البرازيل ايه تاني؟ ايه مستواه؟ السبب اللي عندهم نجوم كتيره حلوه وهو الفريق دلوقتي اللي مكتسح القاره يعني الاوروبيه والبرازيل يعني بتطلع ناشئين وفي لعيبه جديده هتطلع في البرازيل جامده. فرنسا عشان بحب اللي هو امبابي وكده.